العزيزة زميلتي نعم الكريمة والأخوان الكرام، أنا راح أرد على تساؤلاته، نعم ولكن أتمنى من أخونا وهو ينتمي إلى خط معين اللي هم نسميهم الخط حزب الله. خط الإطاري. لا ما بيه شيء حزب لا لا الله. هسه عفش من حزب الله، هم كخط بعيداً الإطار عن الإطار يا سيدتي، هو بعيدا عنه طلعوا من البرلمان، ولكن نعم. محسوبين هم كلهم جملة واحدة. نعم. هؤلاء الأخوة. نعم. إحنا نتمنى هذا اللي راح أرد عليه، لو أقانعك تقنعون جماهيركم، لأن هاي يومية يردونها علي، وأنا مثل رحم الله والدي العادل الفاتحة نفس الحالة. أنا راح أرد على المداخلة أستاذ منتظر. نعم. آسف على المقاطعة. أقنع الجمهور، عفو علي فضل الله. تمام. عذرا تمام. بالأخير أنا أقول لك مدمرونا يا أخي. نعم. يسمعك ويسمعني. نعم. بالأخير جمهوركم جلطونا يا عمي. نعم. يعني أول شغلة، أول سؤال اللي سأله أستاذنا الكريم أستاذ علي هو رد عليه. نعم. قال الأمن القومي إذا تعارض مع تظاهرت مع الأمن القومي. نعم. والأمن الصحي. نعم صح. أولا لما جاء الكاظمي وبمباركة جميع السياسيين الفاسدين. نعم. وصاروا هم رجعوا نفس الوزراء اللي كانوا أيام عادل عبد المهدي، رجعوا لاعب وجابوا لاعب بمكانه. نعم. والذي يقول لك وأنا مسؤول على كلامي هذا، ويمكن كل الأخوان يعرفون، إذا أحد قال لي حكومة الكاظمي كلهم مستقلين أنا أقدم اعتذار للفاسدين. معظم الأحزاب التي شكلت حكومة عادل عبد المهدي أعادت وزراء جدد إله. نعم. يعني بس غيروا رؤوس وحطوا الكاظمي. هذا تساؤل أستاذ منتظر. هذا واحد، خلي أكمل وقتي إذا ترزحم عليك. نفسهم الفاسدين رجعوا. اثنين، لما كان الكاظمي ليس بوقتنا وإنما بوقت الأمن الصحي، لما انتخب الكاظمي كانت هنالك الكورونا. أنا من الناس اللي سويت طوق وقائع حول التحرير وقلت لهم لا تطبون ولا تطلعون، وبعد لحد فقط المعتصمين يبقون بالمكان. بقى إلى مدة قريبة لازم يجاوبكم بعدين. خلي أكمل. نعم. لمدة قريبة إحنا التظاهر ممنوع، إحنا مانعينه. ليش؟ نعم. لأن راح يسبب زيادة حالات. نعم. الكورونا والوفاة. نعم. هذا واحد. اثنين، الكاظمي كان رئيس وزراء مؤقت. نعم. وإحنا لم نرتضي بالأمر ولكن صمتنا على مضض. نعم. لأن معظم الـ الآخرين من الناشطين خلينا نقول ذهبوا بهذا المسار، فصمتت على مضض. أنا خارج لتغيير. نعم. عملية سياسية، تقول لي والله، أقول لك بيتي يريد ينهدم وأساسه على رمل، تقول لي والله خلينا نصبغ البيتونة. رئيس وزراء بيتونة اللي جواه هو الأخطر من عنده، الأحزاب السياسية اللي تحركه. نعم. لذلك السيد الكاظمي ولا عادل عبد المهدي لم يكونا سوى موظفين لدى الكتل السياسية اللي خلتهم. نعم. اثنين، من بالنسبة لسيدنا الكريم يقول الانتقائية في التظاهر وحرق المقرات الأحزاب، أنا أجيب لمقر حزبي واحد في بغداد حتى لأعتى الفاسدين تم حرقه. أنا أحكي لك أنا ابن ثورة التحرير، ثورة تشرين في التحرير. نعم. لم نقبل أن نجازف، وليس من ديدننا الحرق والسحل والقتل والغدر، ليس من ديدننا. نحن متظاهرين ناس مدنيين. نعم. أصحاب عقول وأصحاب نظرة. لذلك رفضنا أن يتم إحراق أو الهجوم على أي مقر من الأحزاب. نعم. لأن هذا حجر والمواقف به مغلوب على أمره. شنو أنا أجي على والله مقر حزب فلانة أو علاني، ربما ينطي رسالة. لا يعني. لا هاي عفناها للأخوان. كم مرة طبوا الحشد على المقرات الكردية وحرقوها؟ ها؟ لا الحشد، لا لا استاذ منتظر، خلي خدمة فدوى لقلبك. مو انا اقول لك شغله واحده استاذ علي، مو تحدث عنه استاذ علي، لكن للامانه، للامانه إيه؟ سكوتي قد انا يعني